خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لفقرتنا الاسبوعيه في صباح الخير يا مصر، فقره عن تربيه اولادنا. قررنا النهارده ان احنا نخصصها عن ابرز واهم الاخطاء والمشكلات اللي بتتعرض ليها الامهات مع اطفالهم في شهور وسنوات عمرهم الاولى، سواء على مستوى التربيه الايجابيه او الصحيه. يعني مثلا ازاي اتعامل مع مشكله التسنين على سبيل المثال، ازاي اقدر اتعامل مع الادوات المنزليه اللي بتمثل خطوره على الطفل في شهور وسنين عمره الاولى، ازاي كأم جديده مثلا اتابع التطور الحركي عند الطفل. اسئله كتير جدا هنجاوب عليها مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو دكتور باكينام الحفناوي، الاستشاري الاسري واستشاري الصيدله الاكلينيكيه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الهنا. صباح الخير يا دكتور. صباح اهلا بيك. قبل ما نبدا بقى في الفقره دي، احنا جايبين حضرتك بدري قوي يوم الجمعه، في يوم الجمعه تجمع عندكم ولا لا؟ يوم الجمعه تجمع عائلي بس ناحيه الولاد بتروح ناحيه باباهم وبعدين بقيه الاسبوع بنكسروا بقى لبقيه العيله، يعني عشان نلحق مع التمارين. بس في تجمع، بس في تجمع مهم، بس لازم يبقى في لازم يبقى في تجمع، لازم الناس تشوف بعض، لازم. دي نقطه مهمه. نروح بقى للفقره بتاعتنا. يمكن لما تكون ام جديده بيبقى في مشاكل شويه في ان هي تتعامل مع الطفل، خاصه في الشهور الاولى بنلاقي في غلطات شائعه، بنلاقي في توتر زايد بيؤدي برضو لاخطاء كتير جدا. ايه اهم الأخطاء، أو مش أهم يعني، الأخطاء اللي حضرتك بتشوفين هي متكررة في تعامل الأمهات مع الأطفال الصغيرين؟ الأم في الفترة الأولى بتبقى مضغوطة جدا، هي فترة ضغطة جدا جدا. الأم على طول مضغوطة؟ لا، بس الفترة الأولى بالذات لأنه ما عندهاش خبرة ومش فاهمة ده إيه، فمتبقاش فاهمة إزاي تتعامل مع الحاجات. نص المشاكل بتتحل لو أنا فهمت الأعراض اللي عند ابني. يعني أنا ممكن مبقاش فاهمة يعني إيه ابني بيسنن، بس من غير ولو بصيت في بقه مش هلاقيه بيسنن، انما ابني نومه متقطع، ابني بيريل كتير، ميه كتير جدا طالعه من ناحيه بقه، ده معناه انه يمكن يكون بيسنن. عايزه اقول لك ان الم التسنين كله قبل ما السنه تبان، فهي ما بتبقاش متخيله ده. اكتر مشاكل واول مشاكل الامهات بتقابلها الرضاعه الطبيعيه اول ما نتولد، لان عندنا اخطاء مشهورة جدا انه البيبي اتولد وانتي والدة قيصري فمش هتقدري ترضعيه. ده مش حقيقي، لا هترضعيه عادي، لانه دلوقتي القيصرية بنج نصفي، انتي بتطلعي ترضعي عادي. بالعكس، ده ربنا مكيف له في الوقت ده المناعة اللي هو محتاجها في لبن السرسوب. مشاكل بعد كده انه شربي البيبي مية، البيبي عطشان، البيبي مش محتاج يشرب مية، اللبن بتاعك فيه على الاقل لتر الا ربع مية، انت اللي محتاجه تشربي ميه مش البيبي. رضعه الاعشاب اللي امهات كتير بتلجا لها علشان تحل مشكله المغص، مع انه الحل الاساسي لمشكله المغص ان انا ارضع صح بالتقام سليم. رضعه الاعشاب، لو كل يوم الطفل اخذ رضعه اعشاب بدل وجبه دسمه من اللبن والبروتين والمناعه والحاجات دي، احنا بنتكلم في انه على مدار الاسبوع بيفقد على الاقل 20% من السعرات الحراريه اللي كان المفروض ياخدها. ده كتير. فبيخس او ما بيزيدش زي ما كان المفروض يزيد. الصناعي اللي بيدخل بدري، يعني انا المشاكل كتير قوي، انتوا قولوا لي عايزين تبتدوا بايه وانا معاكم. لا احنا معاكي، بس هي اولها طولة بال الام. يعني احنا قلنا ان الام بتبقى مضغوطه في الشهور الاولى عشان لسه ام جديده ومش فاهمه تتعامل ازاي مع الطفل. طبعا مع الطفل الثاني والثالث خلاص بقى هي اتعلمت يعني او فهمت، فخلاص اعتقد انه ما بيكونش فيه نفس الضغط ده، لكن هي محتاجه تطول بالها شويه متهيألي مع الطفل انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، لو حضرتك ما بتنامش خالص والطلب منك ان انت اقصى حاجه تنامها ساعتين متواصلين، ومره كل اسبوع بتنام 3 ساعات متواصلين بس، انت اكيد مش هتبقى انت. ده الى جانب الالم الجسدي الشديد حتى بعد ما القيصريه تخلص، في الام عظام، في نقص فيتامينات، في توتر، في بقى ضغط مقارنات. يعني انا عشان اطلب من الام انها تهدى لازم اطلب منها هي حاجات، ومن العوامل المحيطه حاجات. في ضغط مقارنات كتير جدا من المجتمع، كله بيتبرع ان هو يفتي طول الوقت ويطلعها غلطانه. في ضغوط في الحياه دلوقتي اصلا علينا كلنا، ليها علاقه مثلا بالزحمه، ليها علاقه بالمسؤوليات، فكل ده بيبقى ضاغط على الام، بس بنطلب منها ان هي تبقى ريلاكست خالص وما عندهاش اي مشكله. احنا كمان ما تربيناش على اننا نتعامل صح مع مشاعرنا، يعني نلقط نفسنا ايه اللي بيسبب لي الغضب، طب انا مكبره الموضوع وفاهماه صح ولا فاهماه غلط، طب الناس حدودها ايه في التدخل معايا. حاجه كمان، توقعات عاليه قوي، الام بتبقى فاكره انها لازم تبقى مثاليه،
مفيش حاجه اسمها ام مثاليه، كلنا بنغلط وغلطنا وهنغلط. المهم ان انا اصحى تاني يوم الصبح احس ان انا ايه، انا هقدر اتلافى اللي عملته امبارح، انا هقدر عندي طاقه اصلا يعني ابتدي اليوم واقدر اساعد ولادي واقدر اشتغل واقدر واقدر. فكره وأنا الطاقه مش هقدر أصلاً اتنافس مع ام تانية، انا اقدر اتنافس مع نفسي امبارح، لانه كل ام عندها حاجه هي حلوه فيها. طبعا مين اللي بيحطها في دايره التنافس دي؟ هي اللي بتحط نفسها ولا المحيطين؟ اولا المجتمع بيربيها على كده والفكر ده، ثانيا الاهالي من باب الحب. يعني ان انا عاوزه الولد ده يبقى احسن من ابن خالته، انا عايزه الولد ده يبقى احسن من ابن عمته. الام دايما شايفه انها نفسها تديهم كتير قوي، بس بيبقى لازم تحط اهداف منطقيه، والاهداف لازم تكون يوم بيوم. يعني ما ينفعش ابقى حاطه اهداف واهداف على قدي واولويات. يعني في المرحله الاولى مش هقدر اخلي البيت نظيف وبيبرق زي زمان، بس اقدر اعمل البيزكس اللي تخلي البيت يمشي من غير ما ازعل من نفسي، من غير ما اقعد بالليل زعلانه. ولازم المحيطين بيها يقدروا حاجه زي دي، يتفهموا طبعا. حاجه كمان احترام ان في حاجه اسمها اكتئاب ما بعد الولاده، دي بقى نقطه تحصل لبعض عايز بعض حضرتك عليها، ان دي مهمه جدا. في احنا للاسف ما عندناش يعني ما بتفهمش الفكره دي، احنا بنسمعه كده كمصطلح اكتئاب ما بعد الولاده، بنشوف مثلا دي بتدلع، في انت ده المفروض تتبسطي، انت بتدلعي، انت ازاي مش حامده وشاكره ربنا ان انت خلفتي. الناس ما بتستوعبش قوي هذا المصطلح، ما بتاخدوش على محمل الجد. كمان في مشكلتين بيتقالوا لاي مريض نفسي انا شايفه ان المفروض القانون يعاقب عليهم. نمره واحد، انت مريض نفسي عشان عندك نقص ايمان. لا، دي كيمياء في المخ متلخبطه بسبب الاكتئاب. انت بتحطني في ضغوط ان انا ما عنديش ايمان، او بتلخبط لي ايماني، وده غلط جدا، ده مؤلم جدا، بتزود الضغوط عليا. بالظبط. نمره اتنين، انت بتدلع، والام بالذات بتقلها انت بتدلعي وانت عندك كام، امال لو عندك خمسه كنت عملتي ايه؟ وانت اول واخر واحده، اخر واحده هتخلفي. هي غصب عنها السيروتونين يعني شويه كيمياء في مخها ناقصه. في امهات بتوصل لدرجه انها مش حاسه بالطفل، مش شايفاه، مش قادره تحبه. بدل ما الومها، انا ممكن اخدها لطبيب نفسي، نحل مشاكل بسيطه، ناخد ادويه ما فيهاش سايد افكتس ولا فيها ادمان حسب اشراف الطبيب طبعا، مناسبه مع الرضاعه. اوعي تفتكر ان هي هتتخلى عن امومتها وتحس احسن، تحب ولادها، تفرح بنفسها. فلازم طبعا نتقبل. وعلى فكره الاكتئاب مش بس بعد الولاده، اكتئاب في مراحل كتير. يعني لما بنفطم بيجي لنا اكتئاب لما الطلاق ما بين الاهل ده بيجيب، يعني في لقطات كتير قوي للام قاسيه نفسيا لازم نتعامل معاها صح. عظيم. دي مرحلة وخلاص، يعني الطفل كبر دلوقتي وبدأ يمشي وبدأ يتكلم كمان وبدأ يحلم وهو نايم. في بعض الأطفال بتحلم أحلام مزعجة جدا، وهي إزاي الأم تتعامل مع حاجة زي دي؟ أول حاجة أسيبه يعبر عن إنه خايف، لأنه ساعات الأمهات تقوله لا أنت خايف، أنت راجل، أنت لازم تكون شجاع، لا الحاجة دي مش حقيقية. هي بالنسبة له حقيقية، فأنا لازم الأول أكنولوج الفيلينج، يعني أحس إن أنا حاسة بيكي. أنا عندي قصة مشابهة، انا مره وانا صغيره حلمت بالوحش ده زمان، فلما حلمت بيه فعلا كنت قايمه خايفه قوي. طيب ممكن تحكي لي تفاصيل الحلم، ونبتدي نكسر الحلم لحاجه مضحكه. يعني مثلا بنتي بتحلم بوحش هي شافته، طب جبتيه منين؟ شفته في الكرتون، عشان كده انا لازم ابقى واخده بالي قوي ابني بيشوف ايه. ما هو يا اما توتر، يا اما حاجه شافها، يا اما حكايه سمعها من الكبار، فشفته في الكرتون فعمل كذا. طيب ما تيجي نفتكر القصه، مش يمكن انت فاهمه غلط؟ مش يمكن الوحش ده طلع طيب في اخر القصه؟ طيب هو وحش وشرير، تيجي نرسمه. مجرد ان انا رسمت الحاجه او عبرت عن الحاجه، خطورتها قلت بالنسبه لي 30%. الخطوه اللي بعدها رسمناه وهو بياكل مكرونه سباجيتي، فبدا يبقى مضحك، عملنا له شعر مضحك. بعد شويه قصقصناه بازل، فبقى بيتركب ويفك. يعني فكره ايه؟ بصت الحاجه اللي انت خايف منها. طيب انت داخل تنام، انا مش هقولك خلاص انت بطلت تخاف، انا هاكنولوج ان انت من حقك تخاف. تحبي اعمل ايه عشان تنامي مرتاحه؟ في اطفال الابحاث بتقول انها بيناموا احسن لو حضنوا تادي او عروسه صغيره. طب انا هفضل في حضنك ما تقلقيش، وهطبطب عليكي لو في حاجه. في اطفال تحب تسمع قران قبل ما تنام، ده يهديها. اغنيه اطفال حلوه، وانا معاك انه يوم بعد يوم هنهزمه في الحلم. تعالى نفكر ايه الاسلحه اللي هاخدها معايا في الحلم المره الجايه. اهم حاجه بس ان انا اديله فرصه يعبر. احنا بنكبت المشاعر بتاعتنا وبتاعه الطفل.
يعني نديله فرصة يعبر، ونحترم زي ما حضرتك قلتي حتى طريقة تعبيره والحاجات البسيطة اللي هو بيقولها ونتعامل معاها، يعني مش يقول حتى وخلاص. في ناس بتبقى ما نخوفوش بقى بالزبط. في المطلق يعني أنا اللي بزرع في ابني الخوف أما أقول له أبو رجل مسلوخة هيجيلك، معرفش مين هيجيلك، فده مبدأ مش حلو. صحيح. طيب احنا خلصنا الموجود الأولاني ما شاء الله كبر وتعاملنا معاه، الموجود الثاني بقى بدأنا من الأول ألف مبروك لا ما خلاص هي اتعلمت بقى، بس احنا دايما بيبقى عندنا كده ايه مش عارفين. طب في البداية نقول للمولود الأول لابني الأول أو بنتي إن البيبي جاي في الأول، ولا استنى شوية، ولا أما تكون الأم قربت إنها تولد إمتى الوقت السليم أو أحسن وقت أقدر أقول فيه للطفل الأول إن جاي له أخ أو أخت؟ بصي اكبر غلطه بنعملها اننا بنخبي على الطفل ان الماما حامل. وبيعرف من الناس، بيحس من الهمزات بتاعه الناس ان في مصيبه، احنا مخبيين مصيبه، او احنا من جوانا حاسين انه يا عيني يا حبيبي ده انت جاي لك اخ وانت هتتحرم، فهو لازم يحس انها مصيبه بالنسبه له. مجرد ما بطني تبان انا محتاجه اتكلم مع الطفل وابتدي امهد له، يعني الام بطنها بتبان على الخامس مثلا، ابتدي اتكلم معاه وامهد له في الشهور الجايه ان في بيبي جاي، ايه فوائد الاخ؟ طب انا عندي اخوات، اخواتي بيعملوا لي ايه؟ طب انت نفسك اخوك يعمل لك ايه؟ وقصص بنحكيها للاطفال. ولازم الحكايه تبقى منطقيه، انا مش هيجي لي طفل من السماء يتولد قدي بيلعب معايا جاهز يبقى معايا بكره في الزحاليق، لا انا عندي خطوات حاملها انا والبيبي، تيجي نكتشف البيبي بنعمل له ايه. حاجه كمان، التغييرات اللي بتطرأ على الطفل لازم تكون قبل ده، يعني ما ينفعش ادي الطفل اتنين تحدي في نفس الوقت، ان في بيبي جديد وان في حضانه، او ان في بيبي جديد وانا هفطمك، او يلا نخلع الحفاض في نفس الوقت، هو بيبقى حاسس ان حرب اتفتحت عليه، او بيبقى حاسس ان البيبي ده هو السبب. وحاجه كمان صغيره قوي الامهات ما بتاخدش بالها منها، انما لما تحس بألم مع الحمل، ظهري، او مثلا البيبي يخبط فتقول يا حرام عليك انك عملت كده، ده لما بيتقال قدام البيبي الصغير بيحس بايه؟ بيحس انه الولد البيبي اللي جوه ده هو اللي عمل فيا كده. هو بيعمل انت بتعمل كده ليه في مامتي؟ انا لسه ما اعرفكش بس انا بحب مامتي، ما تعملش كده. فوفري حتى بعد الولاده. بيعملوا عداء او الغيره زي ما احنا بنقول كده. الغيره. وحاجه كمان برضو اعترفوا ان الطفل بيغير، الطفل الغيره ده شعور طبيعي، ساعات يقول لك لا انا بنتي ما بتغيرش، انا بنتي بتحب اختها. ما هي بتحبها، ما هو كل بس هي طبيعه، هي كانت السنتر بتاع الضوء كله. بعد الولاده بقى وبرده مهم قبل الولاده اعوده على الحد اللي هيقعد معاه، يعني يبتدي يشوف خالته كتير، ماما كتير، وهكذا. بعد الولاده الطفل لازم يحس ان هو زي زمان، هو مصدر الاهتمام. بمعنى انه انت مسؤول معايا على قد سنك في حاجات تعملها، انت على فكره ما اختفتش في الظل، انت لسه بطل في حياتي، انت فيك المزايا الفلانية واحد واثنين وثلاثة حلوين وانا بحبهم. اخر حاجة مي تايم، يعني انا وهو ان شاء الله يا رب ربع ساعة في اليوم. طيب أوكي. ده كويس جدا احنا نخصص لهم وقت. كانت جمانة سألت في البداية واحنا بنقدم الفقرة بنتكلم عن الاجهزة او الادوات المنزلية الموجودة اللي يكون فيها خطورة بالنسبة للاطفال، ازاي اتعامل معاها؟ سريعا جدا. ابعدي ايه عن البيت لو عندك طفل. اول حاجة ملمع الاحذية او الورنيش، ده خطر جدا. نمرة 2 أقراص غسالة الأطباق أو الأقراص بتاعة الغسالة، دول أخطر بكتير جدا جدا من الـ من الـ من الـ المساحيق العادية. المبيدات الحشرية، عجينة الصراصير بتبقى لازقة على الحيطة بقالها كذا سنة، أنا بنتي كسرتها وأكلتها وهي 8 شهور. ما تعرفيش بيجيبوها ازاي، يعني بيوصلوا للحاجات دي ازاي. مهم جدا ان انا ابعد الكحول، لان الكحول بقى في كل بيت من ساعه الكورونا. الكحول لو اتشرب بكميه كبيره الطفل سكره هيوطى، هيحصل مشاكل. الجهاز بتاع الناموس اللي بيتحط ده برضو خطر جدا. معجون الاسنان اللي فيه فلورايد بتاع الكبار ما ينفعش يبقى جنب الطفل. الادويه اللي بتتحط في باب الثلاجه بالذات اللبوس بيفتكروها بونبوني وبياكلوها، فالادويه لازم تستخبى عن متناول ايد الطفل. لو سبتوا لي ساعه هقول لكم كتير قوي الف حاجه. كلنا لقاءات ثانيه ان شاء الله. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور باكينام الحفناوي الاستشاري الاسري واستشاري الصيدله الاكلينيكيه، بنشكرك على كل طبعا المعلومات دي. وجمعه مباركه عليكي يعني، وان شاء الله النهارده تلحقي تتجمعي كمان وعليكم وعلى العيله كلها يا رب. شكرا جزيلا ليكي.